مرحبا، معكم راشد من قناة ريسكانا. شكرا للمشتركين الجداد بالقناة، شكرا للمشتركين الموجودين بالقناة، عشانكم أنا بستمر. بهاي الحلقة راح نغطي أهم موضوع انطلب مني بشكل كبير من خلال الكومنتات، إيش أفضل محافظ باردة متوفرة بسوق العملات الرقمية، وكيف أنت ممكن تختار أفضل محفظة عشان تقدر تخزن فيها عملاتك للمدى البعيد. طبعا أنا شرحت قبل هيك أهمية المحافظ الباردة، إذا أنت متداول أو مستثمر بعالم العملات الرقمية لازم يكون عندك محافظ باردة. راح أترك روابط الفيديوهات اللي شرحت فيها قبل هيك أهمية المحافظ الباردة، أو إذا أنت حاب تملك العملات الرقمية اللي أنت عم تستثمر فيها وركز على كلمة تملك، لأنه أنت العملة الرقمية كل ما هم موجودين على المنصات أنت ما بتملكهم، لأنك ما بتملك الكي الخاص بهاي العمل. فأنت لما تنقلهم على المحافظ الباردة هون أنت ممكن تكون صاحب عملة رقمية، وهاي العملة الرقمية لإلك بشكل صريح ورسمي. فعشان هيك بعد هذا الفيديو قادر تختار المحفظة الباردة المناسبة لإلك. راح نشرح أهم الفروقات التقنية بين محافظ الليدجر ومحافظ التريزر. راح تلاقي بصندوق الوصف روابط تأخذك على الموقع الرسمي لمحافظ الليدجر أو محافظ التريزر، ممكن من خلالها تشتري هاي المحافظ الباردة. خلينا ننتقل لشرح الفروقات الموجودة بين محافظ الباردة الليدجر والتريزر. نهاية الحلقة راح أحط تقييمي الخاص إيش هي المحفظة الباردة اللي ممكن تكون مناسبة لإلك. فخلينا ننتقل لمرحلة الشرح. طبعا حاليا راح نذكر أهم الميزات الموجودة بالمحافظ الباردة الليدجر نانو إكس ومحافظ الباردة تريزرز موديل تي. من ناحية أهم الميزات اللي هي سهولة الاستخدام، أو كيف أنت ممكن تشتري الليدجر نانو إكس أو ممكن تشتري تريزرز موديل تي وانت لحالك تعملها سيت اب. فالعلامه الكامله بتروح لمحافظ الليدجر نانو اكس لانه هي بشكل اسهل من محافظ تريزرز موديل تي، بحيث انك اذا فت على موقع ليدجر نانو اكس ممكن تشوف الفيديوهات المطبقه على الموقع بشكل كبير وتعمل سيت اب يعني للمحفظه بشكل سهل وما بتحتاج مساعده. ونفس الشيء يعني تقريبا لمحافظ تريزرز موديل تي، لكن العلامة الكاملة بتروح لمحافظ الليدجر نانو إكس. طبعا من ناحية السعر، سعر الليدجر نانو إكس 149 دولار، بحيث محافظ التريزرز موديل تي راح يكون 219 دولار. طبعا هذا الفرق الكبير لأنه محافظ التريزرز موديل تي هي عليها سكرين تاتش، بحيث انك تفوت بشكل اسهل على المحفظة، تقدر انك انت تفوت على المحفظة من هاي السكرين، فهي بتعطيك جمالية اكثر للمحفظة وممكن تفوت بشكل أسرع، بحيث إنه ليدجر نانو إكس لا ما في عليها تاتش سكرين. طبعاً في نقطة يعني تريزرز محافظة تريزرز موديل تي صح أغلى لأنه سكرين تاتش وبتكون الناحية استخدام أسهل وبتعطي هيك جمالية للمحفظة، بس إذا أنت بتملك يعني عدد كبير من العمل تقريباً 10,000 أو فوق 15,000 دولار راح تكون هاي المحافظة أو المبلغ تبعها راح يكون مش كثير مهم، يعني 219 أو 149 دولار عشان تختار محفظة باردة تحميلك الأصول أو العملات الرقمية. حاليا راح ننتقل لمحفظة الليدجر نانو من ناحية واجهة الاستخدام، كثير ممتازة وكثير سمبل، بتبين لك هون أنت كم تملك داخل المحفظة وبتبين لك العمل تحت كمية العمل الموجودة عندك بشكل بسيط وسهل. الصراحة يعني ليدجر لايف من يعني كثير ممتاز، ليدجر لايف كثير استخدامه سهل وبسيط وبين لك معلومات المحفظة الباردة بشكل ممتاز جدا. هون لما نفوت على الأكاونت بتبين عندك أنت الأكاونتات للعملات كاملة وكم ممكن أنت تضيف عملات وكم أنت بتملك من هاي العملات. شرحت أنا قبل هيك على الليدجر لايف، إذا بتحب تفوت داخل القناة بتشوف شرح كامل عن محفظة الليدجر. حاليا رح ننتقل لمحفظة التريزرز. محافظة التي يعني تقريبا التريزرز موديل تي بحسها يعني بدها شغل أو بدها يعني إضافات أكثر، بتخدم أوكي بين عدد العمل بيلت لك يعني البورتفوليو الخاص فيك، لكن الليدجر لايف يعني الصراحة ببين لك بشكل أكبر وأبسط وأفضل. ومن هاي الناحية بحب أحكي لك إنه الليدجر أكثر ممكن يضيف عمل، بحيث المحافظة الباردة تريزرز موديل تي عندها كمية محددة جدا من العملات، ناس كثير بتستخدمها فقط لتخزين البيتكوين والإثيريوم. فإذا أنت بدك تهتم يعني تخزن عمل كثير على المحافظة الباردة لازم تشتري الليدجر نانو إكس. التريزرز محددة جدا بعدد العمل. طبعا هون قبل ننتقل للخطوة الثانية، واجهة المستخدم لمحافظ الليدجر نانو إكس أفضل أو أسهل من محافظ الباردة التريزرز موديل تي. طبعا حاليا راح ننتقل للنقطة الثالثة اللي هي third party wallet.
محفظة الليدجر نانو اكس ومحفظة تريزرز موديل تي الثنتين بدعموا الثيرد بارت وليت مثل الميتا ماسك، لكن دائما بالثيرد بارت وليت اكثر يعني ممكن تلاقي استخدام للليدجر نانو اكس، لانه هي بشكل اكبر يعني مستخدمة بعالم العملات الرقمية، وهي كمان بضل عليها ابديت من ناحية الاوبن سورس، المطورين بضلوا يستخدموا يعني من ناحية التطوير الليدجر نانو اكس، فبتلاقيها مخدومة بشكل أكبر من ناحية الثيرد بارت وليت أكثر من محافظ التريزورز. فخلينا ننتقل للنقطة اللي بعد هيك اللي هي راح نتحدث فيها عن open source ومين ممكن يكون أفضل من ناحية open source. طبعا حاليا راح ننتقل لموقع GitHub. موقع GitHub هذا بيعطيك تفصيل عن المحفظة، بيعطيك زي البروبرتيز الخاص بكل محفظة. من ناحية الليدجر نانو اكس كمان هي open source وممكن يفوتوا عليها المطورين ويستخدموها بشكل كبير، لكن محافظ التريزرز موديل تي هي اوبن سورس بشكل كامل، يعني الليدجر نانو اكس اوبن سورس تقريبا نحكي 50%، المحافظ التريزرز موديل تي 100%. فعشان هيك السكيور الخاص بالمحافظ التريزرز موديل تي راح يكون متفوق على محافظ الليدجر نانو اكس. على النقطة الثانية، تفوقت كمان محافظ التريزرز موديل تي على الليدجر نانو اكس. ليدجر نانو اكس اتاحت قبل فتره الريكفري كوبي رايت للكلاينت او الكاستمر، ممكن يعمل ريكفري للبرايفت كي اللي هو مش لازم يستخدمها مع اي شخص، انت ممكن تعمل ريكفري وتحتفظها بالكلاود الخاصه بالشركه. فانت ممكن بهاي الطريقه او ممكن بهاي العمليه يصير في عمليه اختراق وتصير عمليه سرقه للعملات الموجوده عندك. فمن ناحيه هاي الخاصيه يعني اعطت نقطه من ناحيه الامان والسكيورتي لمحافظ تريزرز ميدل تي. راح اعمل التقييم الخاص بكل محفظه واشرح عنهم ليش اعطيتهم هاي النقاط. خلينا ننتقل للتقييم. طبعا هنا من ناحيه الليدجر نانو اكس من ناحيه السكيورتي بعطيه بي، بحيث انه الاوبن سورس تبعه 50%، وعلى اخر تحديث اللي هو عمله الريكفري صارت يعني السكيورتي فيها تقريبا عليه كلام، انه انت ممكن تشارك البرايفت كي مره ثانيه مع الشركه وتعمله على حفظ على الكلاود تبعهم. فالصراحه يعني تقييمي ما بياخذ A، فبياخذ B من ناحيه السكيورتي. من ناحيه الفانكشناليتي راح ياخذ A بلس من ناحيه تصميم الليدجر لايف، من ناحيه سهوله استخدام الليدجر لايف وانه بيخدم عدد كبير من العملات الموجوده بعالم العملات الرقميه، فبياخذ A بلس. الايزي تو يوز بياخذ كمان B، يعني حاليا انه ممكن يغيروا تصميم الليدجر نانو اكس بحيث انه هاي الكبستين بحسها في يعني ممكن يعملوها اسهل من هيك، انه تكون تاتش او ممكن بصمه اصبع. احنا عم نشوف تطور كبير بهاي المجال، فبحس انه الكبستين هدول لازم يكون في تغيير، فبتاخذ معنا بي. ناحيه الافوردابيلتي بعطيها سي ماينس، لانه الصراحه لازم سعرها يكون اقل من هيك عشان يقدر عالم العملات الرقميه بشكل كبير يستخدم المحافظ البارده. ومن ناحيه الاوبن سورس بعطيهم نقطه تقريبا سي، لانه لازم يكون الاوبن سورس 100% يعني شبيه للتريزورز، ممكن انت تكون حمايتك مفتوحه للمطورين وبشكل اكبر، فبتكون هي افضل يعني اذا كانت اوبن سورس 100%، فبعطيهم سي. خلينا ننتقل لتريزرز موديل تي. طبعا من ناحيه تريزرز موديل تي من ناحيه السكيورتي بعطيهم A، لانه مثل ما حكيت لكم عندهم الاوبن سورس 100%، فبتكون عندهم الحمايه افضل بكثير من اللجر، ومن ناحيه انه ما عندهم نفس الريكفري اللي بنعمل باللجر، فهون باخذوا علامه A. من ناحيه الفانكشناليتي بياخذوا بي بلس. الصراحة البرنامج تبعهم لازم يشتغلوا عليه او الواجهة بشكل يصير اسهل، يعني تقريبا مثل ليدجر لايف، فبعطيهم بي بلس. من ناحية ايزي تو يوز الصراحة باخذوا بي بلس، لانه سكرين تاتش ويعني بتكون بشكل اسهل من المحافظ تبعت ليدجر نانو اكس. من ناحية الافوردابيلتي كمان ياخذوا سي ماينس، لازم يكون سعرها ارخص من هيك عشان تكون متاحة لجميع من رواد العملات الرقمية وتكون بشكل أسهل. من ناحية الأوبن سورس بياخذوا A بلس، لأنه هم فول أوبن سورس مثل ما حكيت لكم 100%، فهاي الأمور تعطي أفضلية لمحافظ التريزرز موديل تي. طبعا هون أنا وصلت لنهاية الحلقة، بتمنى أنكم استفدتوا
وعرفتوا انه المحفظة الباردة تكون افضل لكم من ناحية محفظة الليدجر نانو اكس او تريزورز موديل تي، بتمنى انك تشتركوا بالقناة وتدعموني بلايك، وانتظروني بفيديوهات كثير راح نتعمق في عالم العملات الرقمية. بتمنى الربح للجميع وبيسأل.